السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في الضحكه. ما نحاول نجمع ان شاء الله نعمل هذا الفيديو. هذه اسبوع كنت طلعت واحد لا فيديو كنهضر على موضوع حذف اغنيه سعد مجرد سلام من اليوتيوب، وكنت شرحت بالتفصيل شنو وقع. اللي باقي ما شافش لا فيديو ممكن يدخل لاشين ويشوفها. موالين هذيك الاغنيه الحقيقيين ممكن في اي ساعه بغاو يوقفوا هذيك الاغنيه من اليوتيوب ممكن يوقفوها، تو سامبلومون حيت سعد مجرد وليكيب ديالو هما في موقف ضعف. وان شاء الله قريبا هيكون واحد لا فيديو توضيحي على هذا الموضوع هذا باش يتشد اون فوا بور توت. اليوم انا كنعمل لكم هذا الفيديو هذا باش نقول لكم بان حتى الاغنيه ديال انساي ديال سعد مجرد راه هي تم الحذف ديالها من اليوتيوب. انساي اللي مع محمد رمضان هذيك انساي باللي شي نهار عرفتيني انساي هادي يا صاحبي ميمكنش ما تعرفاش سبب الحذف ديال هاد الاغنيه. انا صراحه ما عرفوش، ولكن غير يكون عندي واحد الخبر اللي هو مضبوط بطبيعه الحال نبارطاجيه معكم. الا انه وسطروا على هاد الا انه اللغه العربيه الا انه يقدر يكون ان كونسيبت دو ماركتينغ، يعني واحد الطريقه جديده ديال الترويج. ممكن يكون ترويج من الفنان او لا ترويج من اغنيه، بمعنى ان الفنان هيزول الاغنيه ديالو من اليوتيوب باش تنوض البلبله، الناس تهدر، صحافه تهدر، ارباح شهره اكبر، ومن بعد يرجع ديك الاغنيه لليوتيوب ويقول لهم حقا كان خطا تقني، او يقدر يقول لهم اي حاجه باش يبرر الموقف ديالو. دابا انا عندي واحد السؤال مهم، واش سعد المجرد فيه شي لعنه؟ واش سعد المجرد شي حد دعا فيه؟ واش هذه نتيجه ديال لا مبالاه؟ او هذا واش الجزاء ديال واحد الفنان اللي ما كيصفيش الامور ديالو واللي ما كيضبطش الامور ديالو؟ او لا ممكن حيت انه مدور بواحد فريق عمل اللي ماشي بروفيسيونيل، بوتيتر انه مدور بناس اللي ما ضابطينش الامور ديالهم. انا كنطرح هاد الاسئله حيت ما عارفش شنو السبب ديال هاد المشاكل اللي كتجي سعد المجرد من فتره لفتره. وماشي غير سعد المجرد، حيت هاد المشكل ديال الاغاني المسروقه وحقوق المؤلف مؤخرا رجعنا كنشوفوها بزاف وعند مجموعه ديال الفنانه. واش المشكل في الفنان؟ واش المشكل في الشاعر او لا في الموزع او لا في الملحن؟ واش 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 هاد الفنانه ما بقاوش عندهم افكار؟ واش هاد الفنانه ما بقاتش عندهم لا كرياتيفيتي ورجعوا خصهم يجبروها ساهله كوبي كولي، او لا جيب اغنيه قديمه ومسحها في ديك الدره ديال التراث الوطني المغربي وقول اغنيه ديالي. دونك فريمون كاين واحد المشكل كبير في الصناعه الموسيقيه المغربيه، وقليل اللي حس بهذا المشكل هذا. رجعنا كنشوفوا فنانه كيعملوا الانتاج ديال الاغاني وكيطلعوها غير في اليوتيوب، والنسبه ديال النجاح رجعنا كنقيسوها بلي فيو ديال اليوتيوب، مع العلم ان داكشي كامل تقريبا كيكون غير سبونسوريزي. يعني الا كانوا عندي الفلوس ممكن نعمل 100 مليون مشاهده كما نقدر نعمل مليار مشاهده. الفنانه ما كنشوفوهمش كيعملوا حفلات، ما كنشوفوهمش كيعملوا مهرجانات الا من رحم ربي. كاين واحد العدد قليل ديال الفنانه اللي كيعملوا حفلات واللي كيعملوا مهرجانات. دونك الفنانه اخرين انا ما عرفتهمش باش كيعملوا الانتاجات الموسيقيه وباش كياكلوا وكيشربوا وكيعيشوا الحياه ديالهم. دونك فريمون كاين واحد المشكل كبير في الصناعه الموسيقيه المغربيه. بعض المرات كتبان بان الاغنيه المغربيه ما شافوا واحد الطريق اللي هي مزيانه وانها كتحقق نجاحات، ولكن الواقع الا جينا نشوفوا الواقع راه والو اغاني كتنزل في اليوتيوب فقط، ما كاينش صناعه موسيقيه. ما كرهتكمش حتى نتوما الا كان عندكم نفس الراي ديالي او لا عندكم راي اخر تخليوه لي في لي كومونتير. ميرسي بوكو حيت بقيتو حتى الاخر ديال لا فيديو. بروني سوان دو فو اي بلان بيزو.